قال نقيب الصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي في تصريحات خاصة للتلفزيون العربي إن مبدأ التعددية في الإعلام العمومي مهدد منذ 25 يوليو الماضي. وأضاف الجلاصي أن هناك محاولات للتعتيم على المعلومة على الصحفيين والمواطنين من رئاستي الجمهورية والحكومة. ورأى نقيب الصحفيين التونسيين أن استمرار هذا الوضع يهدد مكانة حرية التعبير في تونس وترتيبها على المستوى الدولي. اليوم رجعنا إلى معاناة كبيرة في معاناة الصحفيين للحصول على المعلومة وحرمان للصحفيين وللمواطنين في حقهم في النفاذ إلى المعلومة. هذا أمر خطير ياسر، وهذا معناتها من مؤشرات اللي تدل على أنه تراجعت تونس في حرية الصحافة، وحتى في التصنيف الدولي إذا كان باش توصل على المنوال هذايا ستتراجع معناتها مكانة تونس اللي هي كانت مكانة رائدة، كانت فيها حرية، كانت فيها معناتها تعددية كبيرة. اليوم تم ضرب هذه الحرية وتم ضرب هذه التعددية. جدد الرئيس التونسي قيس سعيد انتقاده للقضاء ووصف نفسه بأنه ليس من دعاة الدكتاتورية، نافيا وضع من عبروا عن آرائهم أو مواقفهم في السجون. يأتي ذلك وسط دعوات للتظاهر في ذكرى اندلاع الثورة يوم الجمعة المقبل، رفضا للتدابير الاستثنائية والحكم الفردي والتدخل في القضاء وسجن المعارضين. لا يكاد يمر خطاب للرئيس دون ذكر القضاء، انتقاد تارة وتحذير تارة أخرى، غير مستقل هو واخترقت السياسة أروقة قاعته، يقول الرئيس. واللافت هذه المرة تصريحه بأن القضاة قضاة الدولة، وأنه لا مجال لتحويلها إلى دولة القضاة، وأنه لا يمكن أن يتحول القضاء إلى مشرع. ليس هناك حكومة قضاة ولا دولة قضاة، هناك قضاة للدولة التونسية يطبقون القانون التونسي. صار القضاء عنوان الصراع السياسي القائم في تونس بين الرئيس ومعارضيه الذين يتهمونه بمحاولة تطويع السلطة القضائية لملاحقة خصومه. أما الهياكل القضائية بدورها فترفض المشاريع الإصلاحية في ظل التدابير الاستثنائية وخارج إطار الدستور. الرئيس يطلق النار على الجميع، السلطة القضائية، السلطة القضائية اللي يحب يطوعها، يحب يخضعها لإرادته هو، يحب تصفيله، معناها تعوضه في تصفية الحسابات السياسية وتحقق له تصفية الحسابات السياسية مع الناس اللي الرئيس ما يحبهمش. ينفي الرئيس سجن أي شخص بسبب رأيه، ويقول إن الخاضعين للإقامة الجبرية متورطون في جرائم تدليس ومرتبطون بالخارج. اتهامات بغير أساس قضائي ولم تقرها المحاكم ولو على سبيل الشبهة. يقبع إذن معارضون للرئيس في السجن من دون قضايا أو لوائح اتهام، وعلى هذا يستند معارضوه في هجومهم عليه. لست من دعاة الدكتاتورية، يقول الرئيس، محاولا بذلك درء الانتقادات الموجهة إليه من الداخل والخارج. لكن قوله هذا لا يدعمه فعل على الأرض. على الأرض يستعد معارضوه للتظاهر رفضا لما يرونه دكتاتورية الرئيس. وسام دعاسي، العربي، تونس. وينضم إلينا من تونس الباحث السياسي بالحسن اليحياوي، أهلا بك. هل حرية التعبير والصحافة مهددة في تونس؟ وهل هناك محاولات للتعتيم على المعلومة من قبل رئاستي الجمهورية والحكومة كما يقول نقيب الصحفيين التونسيين؟ نعم، هو السيد مهدي جلاسي السيد النقيب كان واضحا فيما صرح به. نعم، هناك إشكال في الحصول على المعلومة، هناك إشكال فيما يتعلق بالتواصل مع القطاع الصحفي والقطاع الإعلامي ككل من طرف رئاسة الجمهورية. هناك خيار التعتيم في مقابل التعمية، وهو في الحقيقة ما يجعل الفضاء الإعلامي مفتوحا أمام الإشاعات وأمام التشويش. من المفروض على رئاسة الجمهورية أن تغير طرق تواصلها الإعلامي وتعاملها مع الإعلاميين بصورة عامة. نعم، رئاسة الجمهورية تفهم أن ثمة مركب إعلامي مالي سياسي
هو الذي ميز العشرية السابقة وبالتالي يضع الجميع في خانة واحدة، ولكن في تصوري أن الصحافة والإعلام ممكن أن تكون عاملا مساعدا لرئيس الجمهورية على عكس ما يتصوره الرئيس أو يتصوره الفريق العامل مع رئيس الجمهورية. ثمة إشكالية كبرى فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومة والتواصل مع الصحفيين ومع الإعلاميين من طرف رئاسة الجمهورية أو من طرف الفريق العامل مع رئاسة الجمهورية. كيف تكون الطريقة المثلى التي يمكن أن يتبعها الرئيس للتعامل مع المعلومة ومع وسائل الإعلام غير الطريقة أو القرار الذي اتخذ بمنع ظهور أعضاء الأحزاب السياسية على الإعلام أو في الإعلام العمومي؟ نعم، الحقيقة فيما يتعلق بمنع الأحزاب السياسية إن كنا نتحدث منذ 25 من جويليا فيصبح هذا الأمر غير صحيح، لأنه رأينا العديد من رموز الأحزاب السياسية في القناة الوطنية، وإن كان هذا حديثا فهو أمر غير مقبول تماما. القناة الوطنية هي ملك عمومي وليست ملك للسلطة أو ملك لرئاسة الجمهورية. طبعا إذا صح هذا الأمر فهو أمر غير مقبول تماما. ثانيا فيما يتعلق بالتواصل، الأمر معلوم لدى الجميع على رئاسة الجمهورية أن تعين ناطقا رسميا أو أن تعين متحدثا باسم رئاسة الجمهورية إن كان السيد رئيس الجمهورية يرفض الحديث في الإعلام أو يرفض التعامل من الإعلام. من المفروض على رئاسة الجمهورية أن يكون لها هيكل، هذا الهيكل يعنى بالتواصل مع الصحفيين والتواصل مع الإعلام والإجابة على العديد من الأسئلة التي تحوم هنا وهناك، حتى يغلق الباب تماما أمام الإشاعات المغرضة وأمام التشويش ربما الذي يحدث في يعني أثناء عمل رئاسة الجمهورية أو أثناء يعني ما تقوم به مؤسسات الدولة أو رئاسة الحكومة. هذا الأمر هو أمر معروف وهو أمر معمول به لدى كل السلطات في كل العالم. طيب هذا بالنسبة للإعلام والصحافة، ماذا بالنسبة لكل هذه الانتقادات للقضاة في تونس؟ وهل هناك برأيك توجه لحل المجلس الأعلى للقضاء؟ نعم، هو الآن يعني بالنسبة إلى رئيس الجمهورية يعتبر أنه أنهى معركته مع البرلمان المجمد والآن يتفرغ للمعركة مع القضاء. هو منذ البداية ومنذ 25 من جويلية كان يحض الجسم القضائي على التحرك وعلى الفصل في كل تلك القضايا التي تاهت في أروقة المحاكم التونسية في العشر سنوات الأخيرة. قطاع القضاء من أكثر القطاعات التي عليها الكثير من النقد والكثير ويشوبها الكثير من الشبهات، حتى لا نقول الكثير من الفساد. ولا أدل على ذلك من أنه قبل 25 من جويلية كانت هناك تهم فساد كبيرة متبادلة بين رمزين من رموز القضاء في تونس. للأسف المجلس الأعلى للقضاء ومنذ تكوينه لم يقم بأي عمل يذكر. نعم، ولكن هل الحل هذا المرفق القضائي؟ نعم. والمرفق القضائي طيب بالنسبة لهذه النقطة. نعم. تحديدا سيد بلحسن، الذهاب إلى حل المجلس الأعلى للقضاء سيكون الحل أم بإدخال إصلاحات على هذه المنظومة؟ نعم، هو الآن للأسف المجلس الأعلى للقضاء يقول أنه لا يقبل الإصلاح في ظل المراسيم. يعني أن المجلس الأعلى للقضاء اختار أن يبقى على حاله كما هو عليه مع كل ما تحيط به من شبهات على أن يخضع للإصلاح في ظل المراسيم، وهو بالتالي ربما ما يدفع رئيس الجمهورية إلى حل المجلس الأعلى للقضاء أو على الأقل إلى استبدال العناصر المؤثرة. نعم. للمجلس الأعلى للقضاء وإدخال عناصر جديدة ربما. شكرا جزيلا لك من تونس الباحث السياسي بالحق.